هناك رجل ما كان ينجب، ما الله رزقه أبناء، فكان دائما وأبدا يروح للأطباء ويروح للناس المتخصصين ويحاول قد ما يقدر أنه يجد حل لمشكلته، فما وجد حل. فاتصل على شيخ وقال يا شيخ جد لي حل الله يرضى عليك. قال أنت قرأت سورة نوح؟ قال قرأتها ولكن ما ركزت ذاك التركيز القوي. قال يا رجال اقرأ سورة نوح وركز وترى الحل فيها. طيط 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 يا رجال أدق عليه ما عاد رد. يقول فروح وانصل القرآن الكريم وافتح سورة نوح وأقرأ إلى أن وصلت إلى قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلما سمع أن الاستغفار قد يساهم بعد أمر الله عز وجل في أنه يرزقك المال والذرية إن شاء الله الصالحة، بدأ يستغفر هو وزوجته، يقول في اليوم الواحد 1000 استغفار، يستغفر ويستغفر ويستغفر. سبحان الله العظيم، ما شاء الله، حملت حرمته وأنجبت له ابنا بفضل هذا الاستغفار الذي دل الله عز وجل عليه في القرآن الكريم. زمان الخير قد حان وقد صرنا به الآن.